هلأ نحن وياكم توقعات ماجي فرح رح نسمعها شو قالت عن هالشهرين نيسان وأيار بكتابها اللي كان صدر مع رأس السنة. التوقعات يلي ممكن رح تصدم الكل محددتهم. ليك ما بتصدم لأنه دايما ماجي بالتوقعات فرح فلكية. توقعات الفلكية لأنه دايما بتتكل على علم علم الفلك صحيح. وبتقرأ الأمور بطريقة علمية ودايما بيكون في نحن بنعرف الشعوب يعني عبر التاريخ قد اهتموا بالفلك صح. وبعلم الفلك صح. خلينا نسمع ماجي باتصال مع جرينين بارح شو عم بتقول ماجي خبرينا. السنة مثل ما بتعرف توقعت أنه تكون سنة انتقالية، سنة كتير مهمة ومصيرية، وبسبب تغير لبعض الكواكب البطيئة وحركة الكواكب السريعة. بدون أي شك حركة الكواكب بتأثر على المسار العام. توقعت بين نيسان وأيار بين أبريل ومايو أنه تكون هالسنة كتير دقيقة، خاصة بهالشهرين حيث في تغيير فلكي كبير وأثر مهم قد يغير المقاييس والمعايير. مع توقعي بأول السنة أنه في حركة عالمية للشباب وللأجيال الصاعدة بدها توقف ضد الظلم، وهذا اللي شفناه بالنسبة للحرب على غزة، كيف العالم كله تكاتف وخاصة بالجامعات وعند الجيل الجديد كيف قاموا وكانوا عم بيدافعوا عن غزة وأهالي غزة والضحايا يلي راحوا الشهداء فيها. حكيت بالكتاب عن كتير أمور ومنها هيدي الصفحات اللي عم بتشوفها هلأ أنه رح يكون في حدث مهم كتير حوالي أيار نيسان. أيار هي الأصعب والجاي كمان شهر صعب هو أب أوغست، هو مكتوبين بالكتاب مش هلأ عم نقولهم، يعني مش محاولة أنه الالتفاف حول الحقيقة. عندك السنة شغلة كتير مهمة كمان رح تكون هي رح تأثر ورح نرجع نشوفها ورح تكون تغيير بالعالم، هو دخول كوكب بلوتون على برج الدلو، دخل بيناير كانون الثاني جانوري، بعدين هلأ عم بيتراجع ليرجع إلى الجدي. هيدا التراجع كمان بيعمل خطة، بس يرجع يتقدم بأيلول بده يرجع يبلش يتقدم ويروح بتشرين الثاني بيوصل من جديد إلى برج الدلو. هذا بيؤدي حاليا لشو؟ لزوال سلطة حتى تبلش سلطة جديدة. هاي هي رموز الفلكية لكوكب بين برجين، يعني في قوى كبرى، وهذا مكتوب بصفحة 7 يلي عندهم الكتاب، واللي ما عندهم إيه الكتاب فيهم إنهم يرجعوا يوصوا عليه إما أونلاين أو فيهم يخديوا ديجيتال على الابليكيشن. هاي دعاية صارت هلأ معلش ما تفوتروها، ما يعني إنه في قوة كبيرة بتسقط في استغلال للسلطة من البعض، قد يكون بآخر مراحله في نظام. هيدا الانتقال بيعني في نظام سيهدم، ويمكن نشهد على غياب بعض رجال السلطة في العالم ويلي يمسكون بزمام الأمور، مش هيدا اللي صار هلأ؟ رح يترك المكان لنظام جديد وتغيير في الهيكليات وصدور قواعد ومقاييس جديدة بالعالم، يمكن يكون من الصعب التكيف معه بالبداية. هو مكتوبين بالكتاب، وطبعا بين نيسان وأيار يحيي بين إيديك عبدو شو عم بيصير بين نيسان وأيار، وأنه أواخر أيار أنا شايف في حدث مهم كبير وقد يطرح إشكالات جديدة، تنشوف شو رح يصير وراء. وكمان بالكتاب في اللي عندهم كتاب وقريو يلي عندهم التوقعات أو اللي شوفوه على اليوتيوب أو اللي اشتروه ديجيتال، في بقاب كمان خضة أو في وضع فلكي دقيق جدا يمكن يؤدي لاشتباكات. إذا اللي عم بيصير عادة أنا ما برجع بقول إنه قلت هيك وقلنا هيك وصار هيك، يلي عندهم قدامهم الكتاب هن فيهم يقدروا ويقيموا قديش هالمعلومات مدروسة ودقيقة، ومش بالإجمال هيك عام بتواريخ محددة مثل ما عم بتشوف قدامك.
شكرا ماجي فرح على هذا الايضاح، هذا موجود بالكتاب كتاب يلي عم بيسالنا بالتوقعات. اسئله كثيره، اشتروا الكتاب اكثر شيء هين كثير، بعدين وشوفوا الفاتوره رح التفاصيل. يدفعها صديقك الي، ما عندنا مشكله يعني نحن هينه.